خبر احنا نروح له خاص عن سليمان اسلام سليماني لاعب الجزائر المحترف في البرتغال، لما صار جدا ضد حارس المرمى لما رشوا بالشمبانيا بعد ما كسبوا من السوبر البرتغال. فمحمد صلاح اللي مديله عمق هو قدرة محمد صلاح على ان يحافظ على تركيزه الذهني وعلى هويته. ودي مدية ثقة للناس فيه انه مش مجرد واحد جاي يحترف بقدر ما واحد عنده ثقة في نفسه. اضاف لك حاجة صغيرة قبل ما نروح الخبر التاني، الولد بطبيعته، ودي حاجة بقى بتاعت ربنا، دي سليماني على فكرة، سليماني الشمباني لما اترمى عليه زي ما حضرتك قلت الخمرة في السوبر البرتغال، انا بتفق معاك تماما. هو بص الكلام ده منفعل جدا، بيشاور له فيه ازاي وساب الاحتفال ومشي. وساب الاحتفال ومشي. طب كان ممكن يقفل بقه، ما هو خايف ما يخش في بقه بتاعه. يعني كان يقفل بقه خلاص. هو انفعل يعني. انفعل يعني معلش، هو موجود في ثقافة أوروبية، الخمره والكلام ده بالنسبه لهم شيء طبيعي جدا. ده طقوس في البطولات، كل البطولات بالاضافه ان الوسط نفسه اللي هو فيه في اوروبا عادي، الخمره بالنسبه لهم عاديه جدا. اذا ببساطه، بما ان انت ارتضيت، انا وجهه نظري طوعيه واختيارا ان انت تلعب في هذا الجو وفي هذا الاتموسفير، فما بقولكش امشي معاه، ولكن تقدر تبقى شيك في تصرفك. حاجه زي كده اقفل بقك، مش هيخش في بقك الخمر، خلاص ادي ظهرك للإزازة خلاص، لكن تعمل قصة وموال اتس اوفر، لان في النهاية انت عارف ان المجتمع ده بيشرب، وعارف المجتمع دي طباعه الطبيعية جدا، وانت ارتضيت طوعية واختيارا ان انت هتحترف في الاجواء دي وتقبض فلوس وده حقك. هم بقى بيحتفلوا بشكل طبيعي، ما تعملش انت قصة وموال يعني. طيب هو كابتن، هو ممكن يكون هو فسرها ان هي تحدي من الحارس انه رايح له بتاعه الخمره او بتاعه كده. اعتقد هو ده سبب توتره. أوكي. لان اوروبا كلها بتحترم عقيده جدا، يعني هم بيضربوا، هم بيضربوا عادي، ده الاحتفال كامل. زي ما انت حضرتك قلت، ده جزء من احتفالهم، الشمبانيا دي بنشوفها في العالم كله. يعني انت ساعه لما يضربوا الازازه ادي ظهرك للازازه.